السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحب بالله في قناتكم مداون حبيب للمعلومات. لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد. لحقني تليفون من علي اكسبريس إلى الجزائر، هذا هو بوكو A15، فيه ميموار 32 وأرم 3. شوفوا المواصفات تاعو، شوفوا واش فيه من داخل، واش يجي معاه. هذا جاني من اكسبريس من الصين، هذا هو فيه كاع المعلومات. شوفوا واش فيه من داخل، فيه انتي شوك تاعو، هذه هي مطاطا تاع نيلو مخدومة بالنيلو، هذه هي شوفو واش فيها كارطونة نرجعو تليفون. فيه شارجور تاعو، باطا تاع شارجور، ها هي فيه كابل ESP، مثل هذا نرجعو هذا هو. نروحو التليفون تاعنا، هذا هو بوكو أوفو، هذا التليفون تاعنا أوفو. هذا هو نشعلوه، أوبو تاعنا جانا حوالي من الشهر حتى 20 يوم، حتى 20 يوم، حوالي من شهر حتى 35 يوم. هذا هو الهاتف أوبو من الصين، هذا هو. في قلنا أرام تاعو 3، ميما 32، فيه منفذ سماعات، منفذ ميكروفون، ميكروفون داخلي وخارجي، في ESP شحن، وفيه منا منفذ منا دو بيس وكاتيمار، فيه كاميرا أمامية ويت، فيه الخلف الهاتف فيه 3 كاميرات وفلاش، أشعة فلاش، هذا هو. وفيه منا زر تخفيض وزيادة الصوت وقفلة نتاع تشغيل، هذا هو الهاتف. شوفوا الكاميرا نتاعو، هاي كاميرا الخلفية، كاميرا الخلفية، هاي كاميرا الخلفية، وكاميرا الأمامية، هاي كاميرا أمامية. هاي كاميرا أمامية، شوفوا هذه كاميرا أمامية. باتري فيه 4000، باتري نتاعو فيه 4000، يحوس على يدوموندي كاش تليفون من علي اكسبريس ولا يتصل بنا، أرقام تجد أسفل هذا الفيديو. تحوس على أي منتوج تحوس تشترو من علي اكسبريس، صونوني في التليفون تاعي ولا اتصلوا بعلي على فيسبوك. هذا هو الهاتف الذكي من بوكو، الهاتف بوكو. عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.